غادي نشوفوا في هذا الفيديو لوحة فنية من إنتاج مقاول محترف، حرفيين ذوي خبرة ومهارة كبيرة، وكذلك بحث مقالي وجد ممتاز. إذن سيداتي سادتي عشاق العقار أينما كنتم، أجدد الترحاب بكم. معكم طارق، كنقوم بعملية التصوير وكذلك الوصف والشرح ديال هاد العقارات. كنتمنى تكون هاد القناة كتنال الإعجاب ديالكم. واللي بغي نقول لكم من الأول هو تانتم، إذا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فأنا رهن الخدمة ورهن الإشارة ديالكم أينما كنتم. أول حاجة نقدر نبدا بها كنقولوا بسم الله توكلنا على الله. نقول لكم شوفوا معايا الشرجم كي داير، النافذة رقم واحد فهاد العقار شدني الحد كامل، تقريبا فيها ثلاثة ديال الأمتار. إنما يدل على إبداع، على عقار فاخر، عقار كامل الأوصاف ما شاء الله. عمارة اللي كتوفر على مسعات، مرأب ديال السيارات، دار ديال الحراسة ديال الحارس ديال العمارة، كاميرات مراقبة، واحد المدخل اللي هو رائع. أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، مدينة العروض العقارية الفاخرة ومدينة الأثمنة المنافسة. اللي كنطلب منكم هو المشاركة ديال هذا الفيديو مع الأهل والأحباب والأصحاب والأقارب، لربما يكون هناك شخص ما في مكان ما ويوصلوا هذا العقار وتكونوا أنتم السبب في أنه يقتني هذا الجوهر، هذا الخليط من مواد البناء، من مواد ديكور اللي عطانا هذه اللوحة الفنية. شفنا الصالون، شفنا الساجور، عندي هنا الغرفة وهي غرفة الوالدين. غرفة الوالدين فيها واحد الإبداع كبير، فيها واحد التناسق وتناغم كبير. ولا قلنا غرفة الوالدين اللي تمنيتها لكم أعزائي المشاهدين كاملين. ديكورات في السقف مختلف الأنواع ديالها، بسبوت بالليل، صباغة ديال الديكور، وبالكون اللي هو كبير، بالكون اللي هو بحال تراس. وبالنسبة للأرضية كما كتشوفوا معايا فهي أرضية من نوعية ديال فو باركي ولا الإيحاءات الخشبية. وحنا كنستمروا ديما في الغرفة ديال الوالدين، كاين عندي هنايا دريسينغ بما معناه بلاكار، بلاكارات ماشي غير بلاكار ديال الوالدين، بالنسبة للوالدين الأم والأب من كلتا الجهتين عندك بلاكارات من الجهتين، بلاكارات اللي هما كبار. أما بالنسبة للحمام فتا هو في داخل العقار، في داخل غرفة الوالدين عندنا تواليت، دوش، دوش سيباراسيون ديال بزليج، ديكورات جداد. بالنسبة حتى لي تواليت دايرين إيطونش ولا سوسبوندو مهزوزة على الأرض. نزيدو أن هاد المبل اللي مكيزيد هاد العقار إلا رونق. أما بالنسبة للأبواب وبالنسبة للبونيات وبالنسبة للصباغة فكان داكشي اللي هو ممتاز. الحائط ولا الخلفية ديال التلفاز كلها من خشب، ديكورات اللي هما راقيين. أرضية شبه رخام، وكأنك كتمشى على الرخام. استمروا في الجولة ديالنا، عندي حمام آخر هنا في هذا المكان، تا هو الطواليت ديالو اللي هي إيطونش. بالنسبة كاين عندنا مرايا، كاين لافابو، كاين دوش سيباراسيون. المساحة اللي عندي في العقار ديال اليوم سيداتي ساداتي لا وهي مساحة ديال 164 متر مربع، أعيدها 164 متر مربع. عقار فاخر، عقار فخم. شوفي معايا لالا، شوفي معايا سيدي لالا مطبخ كي داير، طبخ بما تحمله الكلمة من معنى، طبخ اللي رائع. كله بلاكارات جاهز، فيه لا بلاك تا هي اللي تعطى، فيه الميكرو اوند، فيه عفوا لاوت ديالو. طبخ كيتكلم على النفس ديالو، كيتكلم على راسو، وفيه البالكون ديالو. أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، وبالضبط بحي حمرية. حي حمرية الناس اللي ما كتعرفوش على هو وسط المدينة، بالقلب
النابض لمدينة مكناس. كنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم في العقارات الفاخرة وفي السكن الفاخر والسكن الممتاز. بقاتلنا دابا غادي نشوفوا مازلنا جوج ديال الغرف ديال النوم بهذا الممر الواسع، هذا الممر الكبير. وحنا غادي نهضروا على الثمن ديال هذا العقار. للإشارة بالنسبة للأثمنة ديال العقارات بوسط المدينة، فغالبا عندما أقوم بعملية البحث والترقيب على العقارات فإني أجد ولا كلقى بأن الثمن في غالبية الأحيان كيكون بثمن المتر المربع الواحد، بمعنى أن العقار ديالي ديال اليوم جيبوا لكم بثمن ديال 7500 درهم للمتر المربع الواحد، ولربما نعاودها 7500 درهم للمتر المربع الواحد. من أجل باش أنك تعرف الثمن الإجمالي لهذا العقار يكفي أنك كتقوم بالعملية الحسابية ديال 164 كنضربوها في 7500، فهذاك هو الناتج، هو الثمن الإجمالي لهذا العقار. والثمن راح كيكون كما جات العادة وكما كنقول في الفيديوهات كلهم، راح الثمن كيكون قابل للتفاوض وللنقاش مع صاحب هذا العقار. عقار ممتاز، أرضية كلها في هذيك الإيحاءات وكأنك كتمشى على الخشب، ديكورات لهم أجداد في السقف. بالنسبة طوالات الدوش والحمام عندنا ثلاثة، حتى في قلب الغرفة عندنا حتى غرفة. إذا سيداتي سادتي، وصلت للختام ديال الوصف ديال هذا العقار اللي كان فعلا عقار مختلف، عقار من فئة ديال السكن الفاخر والسكن الراقي بمدينة مكناس، وبالضبط بحي حمرية. اللي بغى يشوف هذا العقار فمعلي الاتصال والتواصل معي. وهناك عروض أخرى، عروض شيقة أعزائي المشاهدين. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله عما قريب مع طارق.